السلام عليكم مشاهدينا الكرام. استقال شرف الدين أم أقالوه؟ شرف الدين يقول إني استقلت والرئاسة تقول إن أقلناه. أقيل أم استقال؟ الإقالة أقل دلالة من الاستقال، والذي يبحث عن الوجه الحقيقي لمنظومة الانقلاب ففي عالم الدلالات الاستقالة أقوى حجية من الإقالة. سقط شرف الدين من القائمة وبقي في قائمة الملاحقين، وإليكم بقيتهم. رضا غرسلاوي وصلى نظل نناديهم، رضا غرسلاوي، مراد سعيدان، لطفي بن سالم، عماد الممشى، معز العويني، حكيم الهمامي، شفيق الرواتبي، عز الدين العامري، ياسين التايب، سامي الهيشري، حمادي غربال، عماد الزغلامي، علي الغزواني، سامي اليحياوي، خالد الرحالي، توفيق الجاموسي، مراد حسين، أنيس كشيش، مراد الحويجي، أيمن العوني، وشهاب بن حمودة. مرحبا، أنا مقداد المجري، وأهلا بكم إلى موجة أخرى. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج مع مقداد موجه اخرى. واسف تقنيا ولوجستيا لم يكن بالامكان ان نكون في الموعد وفي الوقت وتاخرنا عليكم، اسفين، وان شاء الله تكون اخر مره. يا مرحبا، اهلا وسهلا. الرقم الذي تجدونه اسفل الشاشه هو موجود على ذمتكم من اجل المشاركه والتعليق واعطائنا كذلك رايكم في البرنامج وبكل مقترحاتكم، فمرحبا وأهلا بكم. 20 مارس 2023، عيد الاستقلال. عدت يا عيد، بأي حال عدت يا عيد وبأي جديد عدت يا عيد؟ 20 مارس نحتفل بالاستقلال. أعتقد بأن يعني هذه النسخة من 20 مارس نسخة مختلفة على ما قبلها، على الأقل على ما قبل 2019 و2018. ظل سؤال الاستقلال والتحرر وكل المعاني التي تطوف في حمى الاستقلال ظلت مطروحة من مؤرخين وأكاديميين وجامعيين وإعلاميين، لكن بعد تلك القبل على الأكتاف، وبعد كيسكيوز، وبعد كنا في حالة حماية ولم نكن في حالة احتلال، وبعد إسقاط كل جرائم فرنسا من قبل رئيس الجمهورية دفعة واحدة أمام بهتة ذاك الصحفي الفرنسي اللي هو بدوره لم يكن ما كانش مصدق ماذا يقول رئيس جمهورية وهو يسقط كل جرائم الاحتلال دفعة واحدة، بات السؤال غائرا وعميقا وأكثر إلحاحا. مرحبا بسي صابر النفزاوي، نحييه يكون معنا في هذه الحلقه من تونس. اهلا وسهلا صابر. السلام عليكم، مرحبا سي بخديت. مرحبا بك وبكل مداخلاتك الرشيقه استاذ صابر، نورتنا دائما، وانت ان شاء الله من خلالك نوصلوا لاكثر ما يمكن من شباب تونس اللي قراب في عمرك حتى يفهموا على الاقل أن موضوعنا ليس ضدية قيس سعيد، وأن ليست في مناكفة وسجال معه، وإنما غايتنا أن نبين أن ثم طريق آخر لتونس لا يشبه ما قبل 25 ولا ما بعد
25 حول عيد الاستقلال وحول ذكرى الاستقلال وإمضاء البروتوكول، سي عبد الرؤوف العيادي المحامي والناشط السياسي والمناضل قبل أن النضال يولي بالكيلو، مناضل دفع من عمره، يكتب جيدا عبد الرؤوف العيادي، كتب على حائته حاجة جديرة بأن نقرأها، كتب ذكرى إمضاء بروتوكول الاستقلال الذي كرس التبعية لفرنسا وفق عبارة انديبوندونس دون دون الانترديبوندونس، قامت عليها نمط علاقة مع المستعمر أفضت إلى فشل كل مشروع داخلي، الاشتراكية وسياسة التعاضد، ثم ليبرالية الهادي نويرة، ثم سياسة تأهيل الاقتصاد زمن بن علي، ثم فشل التجربة الديمقراطية، ولو ممكن نختلف معه في فشل التجربة الديمقراطية بعد قيام الثورة، بما يطرح مسألة التحرر الوطني وإنهاء الوصاية الاستعمارية باعتباره شرطا لبناء أي مشروع وطني بوست، يتكتب بالذهب ويتعلق ويتقرر للأجيال، لخص المراحل اللي عاشتها تونس ورخص العلاقة القائمة، علاقة شرطية أصلا، علاقة سبب ونتيجة، اللي هي إنهاء الوصاية الاستعمارية وبناء أي مشروع وطني قبله لابد أن تنهي ساعة الوصاية المشروع الاستعماري. مرحبا صابر، شو تعليقك على هذه المناسبة؟ أعطينا ماذا تقول. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هم عندما يتحدثون عن الاستقلال يتحدثون عن التخلص أو عن نهاية الاحتلال الفرنسي لتونس، لكنه في الحقيقة طبعا هو نهاية الاحتلال الفرنسي المباشر لتونس، نهاية الاحتلال العسكري الفرنسي لتونس، وليس تخلص من الاحتلال الفرنسي. طبعا نحن نعلم جميعا أن تونس تتبع منطقة نفوذ فرنسي تاريخي، منطقة شمال أفريقيا، بعض المناطق الأفريقية، جنوب الصحراء، كلها تدفع إلى النفوذ الفرنسي. لكن الخصوصية التونسية أو العبقرية التونسية، عبقرية هنا بمعنى الخصوصية، أن تونس مرتبطة بفرنسا بشكل أكبر وأعمق من مثلا المغرب أو الجزائر. الجزائر اليوم منفتحة على روسيا، منفتحة بتحالفاتها على الصين، على الولايات المتحدة الأمريكية. المغرب بدأ يقترب من النفوذ الأمريكي خاصة بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني. النفوذ الفرنسي بشكل عام في القارة الإفريقية ذاهب إلى النهاية، إلى نهايته. رأينا ما يحصل في مالي، في بوركينا فاسو، في تشاد، لكن للأسف الشديد في تونس الأرض ثابتة تحت أقدام فرنسا. ما زالت منظومات الحكم المختلفة والمتتالية على السلطة في تونس يعني تتداول على تقديم فروض الطاعة والولاء إلى فرنسا. هو رأوا حتى تحقق نقطة تحقق الاستقلال في عام 1956 راهو فيه نظر. كيفاش؟ كيفاش فيه نظر؟ نرجع لصابر. نعم، وفي إشكال كذلك تقني يتعلق بالشاشة اللي قبلت، إن شاء الله يتم تعديل هذا الأمر. نرجع لصابر في موضوع الاستقلال، ولكن يعني خليني معليش نرجع ويستكمل المكالمة متاعه. استقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، استقالة أم إقالة؟ سنثبت بالدليل القاطع بأنها استقالة. وحتى نبدأ، نعم رياجع صابر، خلينا نخلو يستكمل مكالمته بعد إذنكم، تعسف عليكم شوية، تفضل صابر. مثل ما قلت يعني حتى تحقق مسألة تحقق الاستقلال عام 56 فيه نظر، يعني كيف يكون الاستقلال قد تحقق عام 56 واتفاقية الاستقلال الداخلي الموقعة عام 55 تنص على بقاء الأمن بيد فرنسا إلى عام 1960؟ كيف يكون الاستقلال عام 56 ومعركة رمادة دارت عام 58؟ كيف يكون الاستقلال عام 56 ومعركة بنزرت قد نشأت عام 61؟ كيف يكون الاستقلال عام 56 والجلاء العسكري تم عام 63؟ كيف جميل يكون جميل 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 جدا. هذه نقاط أطرحها وأمضي وأمضي كما يقال. والله جميل جدا، والله والله جميل. الأرقام تتكلم، الأرقام تتكلم كما لم تتكلم كيفاش الاستقلال 56 بينما الجلاء في الستينات،
كيفاش الاستقلال في 56 وبعده تجي معركة بنزرت، كيفاش الاستقلال في 56 وبعده تجي معارك أخرى. الفهم يفهم، الفهم يفهم. شكرا لك. إذا نمشي مباشرة في صميم الحدث الذي يعني الذي زلزل المشهد السياسي. المعارضة أكيد عندها قراءتها، وقيس سعيد عنده جراحه الغائرة وعنده ألم إذا كان يحس، وجدار والمتصدع والقابعين خلف سعيد الذين يتحكمون في المشهد التونسي كذلك صفعة كبيرة برشا، صفعة وما فيهاش صفقة، سنثبت ذلك. قبل كل شيء خلينا نحكي ساعة على هذا المشهد اللي تشوفوه، لقاء توفيق شرف الدين قبل أيام بسفير الولايات المتحدة الأمريكية. لن نقول ولن أقول أبدا إن أمريكا تسعى لمصلحة تونس أو أمريكا مغرومة بالديمقراطية في تونس أو أمريكا متأثرة وموجوعة بالديمقراطية التعبانة المريضة في تونس. أبدا لن أقول ذلك، وأظل نظل نردد بأن أمريكا دائما عندها مشكلتها هي مصالحها. أكيد مصالحها ليست مع الفوضى، متأكدين مصالحها في الجزائر وفي تونس لن تكون مع الفوضى. وأكيد تذكروه البسيكياتر اللي جاء مع وفد أمريكي، عارف من هو قيس سعيد، مانيش باش نعطي توا برشا تفاصيل لعمل قاعدين نقوم به سنكشف عنه لاحقا. أما والحال أن ثم كان متخصص في علم النفس كان موجود في لحظة ما ضمن وفد أمريكي رفيع المستوى، فهذا الأمر عنده معنى كبير. حب يبلغ سفير أمريكا رسالة، ما يحبش يبلغها لقيس سعيد، لأن قيس سعيد مصنف لا يسمع ولا يرى، بالنسبة للأمريكان مصنف لا يسمع ولا يرى، وهي تتعامل معه هو وفق المصلحة ووفق درء المفسدة وجلب المصلحة معه. سفير أمريكا وصل رسالة لتوفيق شرف الدين من العواقب الوخيمة التي تنتظره أمام الجرائم التي يشهد عليها أوروبيون وهم أعداء الديمقراطية، لكن غلب عليهم الشيء، فاض الشيء، لأن لو أوروبا والبرلمان الأوروبي جاء مع حقوق الإنسان لا راه تكلم من أول شيء صار الياسين العياري اللي ماهوش تابع النهضة. تعرفوه ياسين العياري ابن العسكري الشهيد الطاهر العياري المناضل. لو أوروبيين جاءوا مع حقوق الإنسان لا تكلموا من أول عملية انتهاك حرمة ومن أول عملية اختطاف قسري ومن أول عملية تنكيل بغير يا سيدي بغير حزب النهضة والإسلاميين، لكن كانوا مضطرين أنهم يصدروا موقف. إذن سفير أمريكا وصل رسالة بالكبير، وتوفيق شرف الدين فهم بأنه صحيح خروجه ما هوش مش يخليه بمنأى عن الملاحقة والمتابعة القانونية، ولكن أن تغادر اليوم خير من أن تغادر غدا، وتسجيل موقف استقالة ينجم يمكنه ينهار آخر أمام قاضي التحقيق باش يقول بأني كنت مخترق أو كان ما في باليش أو أن رئيس الدولة، وهذه حقيقة يتعامل أحيانا مباشرة مع ضابط العدلية ويتعامل مباشرة مع وكيل الجمهورية وينفذ مشروعه بنفسه. وبالتالي توفيق شرف الدين وهو يتمثل موقف أنه في يوم من الأيام سيكون ملاحق وسيجلس أمام قاضي التحقيق، هو يحضر الأجوبة من الآن، والاستقالة يمكن أن تشفع له كثيرا كثيرا. إذن البهتة والفضيحة الكبيرة ما هيش استقالة توفيق شرف الدين، مع أنه سنعود على ذلك ومش نحكو على التواريخ وباش نقوله هل هو استقال أم أقيل. المعذرة على الإطالة صابر، ولكن الكلام هذا زاد كذلك موجه ليك. تمنينا توفيق شرف الدين وهو في لحظة ما يستحضر بأنه عنده عائلة
وأن العائلة تحتاج له، وأنه يذكر فينا بالأمانات، أمانة المربي وأمانة الفلاح وأمانة الطبيب وأمانة البو، وهو كبو يعطيه الصحة، يعطيه الصحة، وكان ذكيا في أن يلامس الوجدان متاع المتلقي. لكن ننسى أنه باش يقول لنا توفيق شرف الدين كما هناك أمانة المعلم والفلاح، ننسى أنه يحكي لنا على أمانة وزير الداخلية، فأصبح يحدث فينا كأبو عائلة، وحب ينسينا أنه هو كان وزير داخلية، وأنه مسؤول على كل الجرائم التي طالت المعارضين والنشطاء، وعملية قتل رضا بوزيان، وعمليات أخرى بالليل والنهار، وتكاد لا تكون عملية ملاحقة واحدة بإسناد قانوني وبإجراءات سليمة. إذن يعطيه الصحة، ونحن نتضامن مع وليداته وزوجته والله يرحمها، وهذا جيد. لكن علاقتنا به ماش علاقتنا علاقة البوب أولاد، وعلاقتنا به علاقة وزير داخلية بمواطن تمنينا، والحقيقة كاد المريب أن يقول خذوني لما تكلم. اش قلم؟ قلم أسألوني اللي تحبوا، وإذا كان عندكم اتهام لي تفضلوا. إذن الرجل وكأنه يقفز من تلك اللحظة، وكأنه يعيش لحظة المواجهة والملاحقة القانونية، وما فيش وزير داخلية في الدنيا، وما فيش وزير في الدنيا، وما فيش مسؤول في الدنيا لما يخاطب الصحفيين يقول لهم هل من سؤال، ما يقول لهمش هل من تهمة وهل من اتهام. بل الأكثر يضحك أكثر أن الإعلام ما قالوش شنو رأيك فيما ينسب لك من اتهامات بي 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 بي، وهذا ما يش المعارضة، لا لا، هذا البرلمان الأوروبي، وهذا الناطق الرسمي باسم البرلمان الأوروبي، باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط كذلك، يتحدث على قرارات مزمعة خلال الأربعة الأيام المقبلة. الصحفي القى فرصة، شوفوا على شنو باش يسأل. تفضل. ماذا لو يقع دعوتك إلى ترأس رئاسة الحكومة؟ فما أشخاص، الناس معادة، الناس معادة. نستحضر ثم شخص أنا مرة سمعته خرج قدام تونس كل وبدأ يتباكى وأقسم وأنه لن يعود للإعلام إطلاقا. قال قدام تونس كل، وأنا كنت مواطن من بين المواطنين، كنت قاعد في الدار نتفرج التلفزيون. نكتفي بهذا القدر. فهمت. نكتفي بهذا القدر. السحر وما يحب يكفر. نكتفي بهذا القدر. وتوفيق شرف الدين من الأخير يلمح البرهان بسيس اللي قال لو تشوفوني نهار آخر في السياسة وفي الإعلام أطلقوا علي الرصاص. يطلب أن تكون عنده كرتوشة في راسه، هو يطلب، هو طلب، قالها وعادها ورجع، قال أنا لا، الناس معادن، ونراه شرفي وأخلاقي بعيد على ذلك، وبمال الدنيا وبلت تصوروا في بالك لن يكون لي أي مكان في السياسة في المستقبل. على الأقل يحكي على منظومة قيس السعيد بما يشي، بما نفهم منه أنه ما يشي العائلة، أنه هذا موضوع موقف مبدئي مطلق مربوط بالمنظومة ووصمتها والمنظومة وجريمتها. هذا فيما يتعلق بما نطق به شرف الدين من ضمن عدة رسائل أخرى حاب يوصلها، ولكن ركز برشا على الجانب الوجداني، وحاب يمسنا برشا في العائلة وفي يتم أولاده وفي زوجته والله يرحمه في كذا، وما حبش يجاوبنا، ما حبش يقول لنا على البرلمان الأوروبي شو رأيه فيما يقول البرلمان الأوروبي بخصوص التجاوزات والانتهاكات اللي هو المسؤول الأول عليها والأخير. به أي سيدي لهنا نشوفوا بعد، وعطوني بعد وما أشعلنا بعد، وسجلوا معايا إيش مش تشوفوا الآن على الشاشة. هذا تفاعلات في لحظة معينة، أنا عملت كابتور ديكرو، عملت شوت سكرين على الشاشة وحبيت نوثق. تشوفوا 16 ساعة، هذا محمد أمين من ضمن المتفاعلين يعلق على عملية خروج، يا سيدي ما ناش باش نحكي تو استقالة ولا إقالة، خروج أو مغادرة شرف الدين، يعلق عليها. تشوفوا عنده 16 ساعة في اللحظة هذه، عنده 16 ساعة من اللي بدأ يتكلم، ثم من بعد بل رئاسة الجمهورية
عنده 11 ساعة فقط من اللي هبط بلاغ رئاسة الجمهورية بخصوص إنهاء مهام السيد توفيق شرف الدين بما يعني إقالته. الفارق الزمني الذي رأيتموه هو أدنى أقل فارق ممكن وهو 5 ساعات ما بين بلاغ رئاسة الجمهورية وما بين تصريح شرف الدين بالاستقالة. الاستقالة مزينة وبالنوار وحتى في باكو النوار وبإذن سيادة رئيس الجمهورية ومع سيادة الرئيس ومع سيادة الرئيس ومتفاهم سيادة الرئيس وغيره، لكن سيادة الرئيس غدار. رئيس الجمهورية لا يؤمن بصديق ولا عنده صديق في الحياة. ودرس لحزب البراميل جميل، لو تعرفوا قيس سعيد باللي نقولوا في حاجة خايبة، لكن الجميل أنه لقن الأنذال دروس الكبرى والناس اللي يتمنوا باش يكونوا خماسة كما قلت المرة اللي فاتت، حتى مسداسة ومن بعد سباعة ومن بعد ثمانة وديجراداسيون ديما ديجراداسيون، في الأخر يعطيه صفر ماينس صفر موا، يعني يعطيه زيرو موا زاد صفر من تالي مش من قدام. سي صابر، نخليك تعلق بداية على الشيء اللي قلته إلى حد الآن أنا فيما يتعلق بالتزامن والإقالة والاستقالة. أنا أعتقد أنها إقالة، وهذه المسألة مسألة إعفاء توفيق شرف الدين من مهامه يمكن نظر إليها من 3 زوايا رئيسية. الزاوية الأولى تتعلق بالصراع الداخلي الباني. بعد إذنك قبل أن تتحدث على الزوايا، شنو اللي خلي رئاسة الجمهورية تهبط البلاغ متاعها 4 أو 5 ساعات بالقليل بعد تصريح توفيق شرف الدين؟ كيفاش رئاسة الجمهورية تقيل وتصدر بلاغها ساعات بعد تصريح شرف الدين؟ أعتقد أنها نرجسية صعيد، نرجسية الشعبوية التي تأبى أن يخرج وزير ويقول أني استقلت، وتريد أن تؤكد أنه أعفي من مهامه. هذا مجرد يعني عبث من قيس سعيد، عبث شعبوي نرجسي أراد أن يقول من خلاله أنه لا أحد يمكنه أن يستقيل، لا أحد يمكنه أن يخرج بطوع إرادته، أنا من أحكم هنا، أنا من أتحكم في الكل، وأنا من أعفي من المهام، ولا أترك أحد، ولا يمكن لأحد أن يستقيل في عهدي، شيء من هذا القبيل. أعتقد أن الرسالة هذه هي الرسالة التي أراد أن يوصلها إلى الرأي العام. ربما يولي خاطر حتى باش يكون ثم شوية تناغم وتولي على الأقل حاجة يقبلها العقل، أن رئاسة الجمهورية بالكبرياء وبالنرجسية المرضية اللي فيها أنها تقبل باش تهبط البلاغ ساعات بعد أن أصدر وتكلم توفيق شرف الدين وخرج اللي فيه الكل، أن هي تخرج بعد ساعات، ربما تولي الفيرسيون الأوضح والأقرب أن ينجم يكون سمع بأنه سيقال فاستبق الأمر واستقال، ارتبكت مؤسسة الرئاسة فأصدرت بلاغها والذي يتحدث وينص على الإقالة. شو رأيك في هذا؟ أنا لا أعتقد ذلك، أعتقد أنه البلاغ جاء رد فعل على التصريح، ولا أعتقد أن تصريح توفيق شرف الدين استباق، ربما هو حاول أن يبدو أن يبدو خروجه، ربما هو استشعر إمكانية إقالته من منصبه، لكن ربما في الأيام القادمة، ربما أعتقد أن ذلك سيكون مؤجلا، إجراء مؤجلا، ولن يكون الآن يعني في هذه الفترة. وجاء طبعا البلاغ من رئيس الجمهورية ليقول أنه تمت إقالته ولم يقدم استقالة في الحقيقة، لكنها أعفي من مهامه وأطرد بين قوسين من وزارة الداخلية. نعم، ثم تدوينات ممكن نشوفوهم بخصوص هذا الموضوع، موضوع مغادرة توفيق شرف الدين وبين الاستقالة والإقالة، أسالت حبرا كثيرا. خيري الخليفي السيد كمال الأفغي، نعم، لا ليس هذا، ثم شوية لخبطة. نعم، لماذا استقال شرف الدين؟
الأقرب أن توفيق شرف الدين رفض اعتقال بعض الوجوه التي ربما اعتبرها اعتقالها من شأن إحداث ضجة وتأليب النخب النافذة والقوى الصلبة إعلام اتحاد نقابات ورابطة، ولعل حم الهمامي من بين الشخصيات المعنية بالاعتقال إلى جانب قيادات نقابية. كما يبدو أن شرف الدين رفض الانخراط في عملية جراحية واسعة ضد الاتحاد، والأكيد أن شرف الدين يشاهد كيف تتوسع الفاتورة بشكل مجنون ويدرك أنه سيتحمل القسط الأكبر من تبعاتها. من خلال سلسلة التصريحات الأخيرة للمنقلب يتبين أن إيقاع البطش الذي تنتهجه الداخلية تحت قيادة شرف الدين لا يرتقي إلى المأمول، وهذا مهم نسطر عليها، وأن سعيد يرغب في تسريع الإيقاع، لذلك أقدم على تعيين كمال فقي لأنه من رجاله وعرف بولائه الأعمى له، كما عرف بمواقفه الشعبوية والراديكالية تماما كمشغله. يصبح هذا الترجيح حقيقة إذا توسعت الاعتقالات في الأيام المقبلة واقتحمت مساحات جديدة. ثم أيضا عنا كذلك تدوينة أخرى، عندنا تدوينة لعبد الوهاب الهاني. معليش، ماهر العباسي وهو يتحدث على الرأي الوزير الداخلية الجديد أجمل مجموعة من النقاط تعطينا المختصر بعلاقة بوزير الداخلية. يقول الوجه الحقيقي لنظام قيس سعيد بدون مكياج وبكل عفوية ونزاهة وصدق هو كمال الفقيه والي تونس. اسمعوه بكدا قالوا لخص كل شيء. قالوا لخص كل شيء وقت اللي ما يعني المعارضة في الأسابيع القليلة الماضية قدمت مطلب باش تعمل مظاهرة. اش قال؟ قال يلزمني نعرف المعارضة شنو باش تقول في المظاهرة قبل ما نعطيها ترخيص. وقال قيادات جبهة الخلاص عليهم شبهة، والشبهة تصبح شبه متأكدة أو شبه متأكدة وقت يبدأ فما إجراءات استثنائية. خلك الشبهة تولي حاجة متأكدين منها لما تكون أنت في كنف الإجراءات الاستثنائية. قال يحبون يعطيهم منصة ما يلزمني نعرفهم شنو باش يقولوا، على خاطر فما شعارات تخل بالنظام العام. هذا وزير الداخلية الجديد. يقول أيضا طبعا نرخص للاتحاد باش يتظاهر. رأوا الاتحاد وما أدراك مش كعبتين متاع الأحزاب، علما وأن الفصل 23 من الدستور من دستور عرفه يقول أن المواطنين متساوين في الحقوق دون أي تمييز. هذا طبعا التعليق للأستاذ الدكتور ماهر العباسي في المظاهرة. هذا وزير الداخلية يقول في المظاهرة يبدأ فما مسؤول أمني وقت يشوف حاجة ويقول هوني تقف هوني تقف. ثم يقول السيدة عبير موشي تعمل في السياسة بالأخلاق، ما هيش كيما كيف مش كيما الأخرين، يعني كيف منعناها امتثلت. وحزب التحرير ما تمش حله، عنده الحق يعمل المؤتمر متاعه. نحن جمهورية شعبية ديمقراطية، الاسم الرسمي متاع كوريا الشمالية هو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. شو رأيك سي صابرة؟ كما قلت لك سي مخداد، يمكن نظر للإعفاء هذا من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى تتعلق بصراع الأجنحة، صراع الشقوق داخل أنصار قيس سعيد بين التنسيقيات وبين جماعة حراك 25 جويلة. يبدو أن التنسيقيات بقيادة الوزير وزير الشؤون الاجتماعية الزاهي قد انتصر في هذه الجولة على الشق شرف الدين وحراك 25 جويلة. الزاوية الثانية ربما تتعلق فعلا بما طلب، بما يمكن أن يكون قد طلب من توفيق شرف الدين من حتى يفعله ولم يفعله أو رفض أن يفعله، ربما تحت ضغط أمريكي بعد لقاء السفير الأمريكي جون، هذا جائز وبقوة. والمؤشر الأبلغ ربما الذي يشير أو يعزز هذه الفرضية هو تعيين شخصية مثل كمال الفقي. هذه الشخصية في الحقيقة فوضوية أو فكرية مرجعية تعود للفوضوية، أي لا سلطوية، أي لا دولتية، أي عدم الإيمان بالمؤسسات والإيمان بالقوة المجردة للسلطة. هذا هو الزام الثالث النظر ربما في علاقة أيضا بالموقف الأوروبي. نعرف أن الموقف الأوروبي كان سلبيا في علاقة بوزارتين بذاتهما، وزارة الداخلية ووزارة العدل.
ربما يكون هناك تضحية بوزير الداخلية ذهب توفيق صلاح الدين قربانا واستعطاف، طبعا هو استعطاف ضمني، استجداء ضمني للبرلمان الأوروبي للأوروبيين حتى على الأقل ينطق به صح التعبير ويتلطف به في مواقفهم القادمة من هذه السلطة. وربما يريد أن يقول أيضا من خلال هذا الإعفاء أو من هذه الإقالة أنه ليس خطأ، إن كانت وزارة الداخلية قد أخذت فأنا لست مسؤولا، المسؤول هو الرئيس هو وزير الداخلية وأني قد أقلته. ربما هذا المعنى يريد أن يمسح فيه أخطائه والخطايا كعادة الدائمة. أسفين رداءة الصوت تمنعنا من أن نواصل يا صابر، إن شاء الله المرة الجاية أخي العزيز تكون عندك ظروف أفضل على مستوى الشبكة، الصوت مقطع شوية ويستحيل أن نجم نكمل في الظروف هذه، متأسفين لك أنت ومعتذرين للسادة المشاهدين. نذهب إلى موجة أخرى ونواصل حلقتنا. مرحبا بكم مجددا. شبكة الجزيرة حاورت واحد من قيادي حركة الشعب، شوفوا ماذا يقول عن استقالة وعن مغادرة توفيق شرف الدين. يقول: واعتبر أن إعلان الرئيس عن جملة من الإقالات في حكومته قد ينم عن توجهه لضخ دماء جديدة. اي والله قال عن توجهه لضخ دماء جديدة في منظومة الحكم، معناها ثم دم فاسد ثم دم جديد خير من الدم القديم، يعني يلزم واحد طبيب به بتاع دم باش يفسر لنا بالضبط شنو هو الجلوبيل الكرويات، الجلوبيل روج والجلوبيل بلون، سعيا لرسم سياسات عامة جديدة تتماشى مع طبيعة المرحلة المقبلة بعد تشكيل برلمان جديد. شوف هو، شوف مسكين الشعب كم يتعرف، كم يتعرض لعلف لا يؤكل، وعلف لا يسمن، وعلف لا يعوض الطعام، وعلف يلوث العقل، وعلف يدنس المعنى، وعلف يرجم الشهداء اللي أعطاونا شوية كرامة شوية صدق وأعطاونا شوية رجلة وأعطاونا فرصة حتى نكون أوضح ونكون أصدق ونكون باهين مع شعبنا ونقولوا على الأقل شوية من الحقيقة، إذا كان ما نقولوش الحقيقة كاملة ما زال يلتوي وما زال يتلوى ويقر عويدات بضعف أداء الحكومة في تحقيق أهداف مسار 25 يوليو. بالمناسبة لا يتحدثون عن رئيس الجمهورية، لا يسبوا الحيوط، ما يسبوش مولا دارهم، هم يسبوا الجدران نتاع الدار، كي يسبوا الدار يقولوا لا رانا نسبوا الدار، احنا نسبوا في الدار فقط هذيك الدار، ما يقولوش راهو كي نسبوا الدار راهو مولا الدار هو اللي بنى الدار وهو المسؤول على الدار، لا نحن نسبوا في الدار فقط، الدار هذيك بس. ويقر بضعف اداء الحكومه، هم والاتحاد الشغل لا يتحدثون ابدا عن مسؤوليه مباشره لرئيس الجمهوريه يعفي الوزراء ويعين الوزراء، حتى قيس سعيد والله غير قادر على ان يدافع عن نفسه بهذا الشكل، ممكن يدافع عن نفسه بطريقه اخرى، ممكن يركب جمل اخرى، ممكن يعمل حشو في حشو في اكروباسي في لغه في لغه، ممكن باش يهرب يتفصى، اما بالطريقه ذي والله لا ينجم بالطريقه ذي. اذا ويقر عويدات بضعف اداء الحكومه في تحقيق اهداف كذا، تاريخ اعلان الرئيس عن التدابير الاستثنائيه التي قام بموجبها بحل البرلمان واقاله الحكومه السابقه والغاء الدستور السابق وحل المجلس الاعلى للقضاء الحشو، ويقول ان تونس دخلت مرحلة جديدة. ما حبش يقول لنا المرحلة الجديدة شنو فيها ذي؟ خي جديد الكل باهي هو. خي كل جديد باهي هو. تونس دخلت مرحلة جديدة، المهم هي دخلت مرحلة جديدة. يعني هكا هو أنت تطمن وترتاح، ثم حاجة جديدة على الأقل خلاص. بعد تشكيل البرلمان الجديد مما يتطلب إنهاء الحالة الاستثنائية وتشكيل حكومة سياسية تكون لها رؤية قادرة، معناها نجلة عندها رؤية. معناها ليلى جفال عندها رؤية يحب يقنعنا، معناها سي إبراهيم بودربالة اللي ما يفهمش في القانون، اللي ما يفهمش
في القانون، اللي ما يفهمش في النصوص التشريعية، اللي ما يفهمش ما بين المرسوم والقانون، القانون اللي داف اللي هو يصدق عليه البرلمان ما يفرقش. ثم شابة، ثم امرأة تونسية كاتبة بوست سأجده وننشره إن شاء الله تعالى، يحكي على فضايح إبراهيم بودرمالة في آخر تصريحاته. إذن لهنا يحكي لنا إنهاء الحالة الاستثنائية وتشكيل حكومة سياسية تكون لها رؤية قادرة على حل حالة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. معناها ليلى، معناها نجلة بودن عندها رؤية اقتصادية وعندها مقاربة وعندها برنامج قدمته، مم ديما يخنقوا في رؤساء الحكومات ويعطيهم الصحة. وفي سؤال متاع برنامج 100 يوم ومئة يوم شنو قدمت يا جبالي ويا عريض ويا سخطة ويا هم، انتهت الأسئلة هذيك الكل. ثم وباهي هو سؤال 100 يوم هذا يطرح في راهو في فرنسا، يطرح في ألمانيا، ويطرح في أمريكا. هم علاش الرجلة ما تعملوهاش على الجميع؟ علاش المبادئ ما تعطوهاش على الكل؟ علاش الصلابة والقوة والحضور الشخصية؟ ذاك اللي بين أن ثم أعمال تتعمل تظهر متاع رجلة وتظهر بطولية، وهي عمليات سطو، وهي عمليات متاع إجرام، هي عمليات متاع التنكيد، وعمليات متاع محاصرة، وعمليات متاع من اليوم الأول تونس فيها برلمان وبرلمان موازي سي محسن مرزوق. من اليوم الأول من الإعلان عن نتيجة المباراة قال لك عندنا تران آخر، ميدان آخر، وعندنا نهائي آخر، وعندنا مترشحين للنهائي الآخر. من أول يوم صفر فيه الحكم وأعلن عن النتيجة. هذا الذي يجري في تونس. طبعا نضبط شوية الوقت لأن مرتبطين بأذان، يتغير الأذان يعني في نعم. ما زالوا دقيقتين الزملاء يقولوا لي يعطيهم الصحة. إذن هذا شو كتب آخر، واعتبر إذا الأوزار الجديدة بقيت متأزمة وتروح مكانها. معناها يحب يقنعنا ولد حزب البراميل أن نجلة بودن. حتى أطفال الروضة، حتى أطفال الابتدائي كيشوفوا ما شاء الله، ويشوفوا مرأة تحكي على الدول المناحة، ومرأة غير قادرة على أن تعبر على جملة في أي شيء كان، حتى في كرة السلة النسائية، حتى في كرة اليد النسائية، نجلة بودن غير قادرة على أن تعبر على جملة. المتشبثين اللي ولوا رجلة مع قيس سعيد ويحكيوا على كتلة برلمانية ويحبوا يولوا هما بالديمقراطية متاع بشار النعجة، يحبوا هما يقودوا تونس التي إن ذهبت الانتخابات فإن شعبها ياخذ قراره، وإن لم يذهب يولوا هم يحكموا باسم الشعب. يقول لك عنا 40 و50 نائب، ثم تجي الحقيقة مدوية مزلزلة. واحد يقول راو فيهم بائعي الضمائر وباعوا ضمائرهم، وراو يقول راو ما عندهم إلا 5 نواب، وبرا عطونا عاد اسم النواب بالرشمان بالإكس إكس وبالآل بالرشيمة متاع الكارتة. قاعدين نشوفوا يا بهتة ويا فضيحة ويا مصيبة. أسأل الله السلام لتونس. الحلقة دي تعصفنا عليها شوي في الحقيقة، لأنه بدينا مؤخر وإحنا مرتبطين بالأذان كذلك. سننهي معه الحلقة هكا في بالي إلا إذا كان الزملاء يصلحوا لي شوية. أما الأصل فيه نعم نعم نعم، ننهي الحلقة إن شاء الله غدا عنا أكثر ما نقوله بخصوص رقابة اللي قاعد يقدم مؤسسة رقابة ومرصد رقابة، قاعد يقدم في موضوع مقاومة الفساد. وتسمعون شو الملفات المزلزلة اللي تشتغل عليها مرصد رقابة. تمنينا سي طبوبي شوف لنا ملف واحد متاع فساد يجيبه لنا. في الاخر قال لنا راهو اذا كان ثم محاسبة رانا نعملوها في بعضنا. الله يسلم تونس. شكرا لكم مشاهدينا الكرام.
خليك مع أذان صلاة العشاء، تقبل الله صلاتكم مسبقا وألقاكم غدا السابعة بتوقيت تونس حتى ذلك التوقيت، أطيب المنى وإلى اللقاء.